الحاجه الثالثه اللي انا بفكر فيها، احنا عندنا حضانه في النادي، عايزين نطور الحضانه. يعني الحضانه انت عارف العلم كل شويه، الاولاد نعم. صغيرين دلوقتي نعم. هو يعني مع الوقت ده اللغه العربيه مش هتبقى رقم واحد. نعم. ان كلهم بيتعلم دلوقتي اللغه نعم. اللغات الانجليزيه نعم. الالمانيه الفرنسيه كده نعم. فانت محتاج الحاجات دي.